أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع هذه الإطلالة على أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية في صباح اليوم من قضايا وأراء. ونستهل الجولة بملف اليوم، حيث ركزت الصحف على تزايد الضغوط الدولية السياسية والقانونية على إسرائيل وأصداء قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، فضلا عن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري على رفح في ظل صمت أمريكي وغليان في الشارع الإسرائيلي. البداية من مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط للكاتب مشاري الزيدي بعنوان ها هي السياسة تجدي في إسرائيل. يوما بعد يوم تزيد الضغوط الدولية السياسية والقانونية على إسرائيل لوقف عملياتها الحربية في غزة وفلسطين، واستراتيجيا فرض حل الدولتين. نحن أمام مشهد غربي جديد، فثلاث دول أوروبية تعلن الاعتراف بفلسطين رسميا، فضلا عن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بالوقف الفوري للهجوم على رفح. هذا هو ما جاء في الشرق الأوسط. أما في صحيفة الأوبزيرفر البريطانية، حيث كتب الكاتب سايمون تيسيدول، قال إن الدعوة إلى محاكمة بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب والاحتجاجات الغاضبة من جانب القادة الإسرائيليين والأمريكيين بشأن هذا القرار سلطت ضوءا جديدا على واقع قديم. فبالنسبة لأولئك على قمة السلطة السياسية، جميع الناس متساوون ولكن بعضهم أكثر مساواة من الآخرين، وأن حياة الفلسطينيين مهمة بقدر حياة أي شخص آخر، فكيف يتسامح أساس الغربيون بهذه السهولة أو يدافعون عن مقتل نحو 35 ألف شخص؟ وعلى الصعيد القانوني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح، هي رسالة واضحة تقول أن لا أحد مهما كانت قوته فوق القانون. أما الآن نتحول إلى مقال نشرته واشنطن بوست الأمريكية للكاتبة كارين ديونغ، التي انتقدت في صمت الولايات المتحدة بالرغم من تزايد الإدانات العالمية للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، كما انتقدت إصرار إدارة بايدن على أن الغزو الإسرائيلي لمدينة غزة الجنوبية هو محدود على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. الآن إلى صحيفة هارتس الإسرائيلية، والتي سلطت الضوء على مسيرات بالآلاف للمتظاهرين الإسرائيليين ضد الحكومة مطالبين باتفاق إطلاق سراح الرهائن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تل أبيب وحيفا والقدس وبئر سبع، وبالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وجاءت التظاهرات بعد أيام من نشر مقطع فيديو يظهر جزءا من عملية اختطاف عدد من مراقبي الجيش الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر الماضي. الآن فاصل ونتابع الجولة الإخبارية بعده. وإلى جولة في الصحف العربية، والبداية من صحيفة البيان، والتي تحدثت عن المخاطر التي تطوق الضفة الغربية بعد استدارة إسرائيل باتجاهها. فليس فقط غزة في وهج النار، بأن الضفة الغربية أيضا هي مشتعلة من شمالها إلى جنوبها، حيث يستخدم الجيش الإسرائيلي المقاتلات الحربية كما جرى في مدينة جنين، ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لجعل مدن الضفة ممرا سائبا لدورياته وآلياته العسكرية، ودأب على اقتحامها صباحا ومساء منفذا أوسع عملياته الحربية من المداهمة والاعتقال والتفتيش وأخيرا مصادرة الأموال من محل الصرافة بذريعة أنها تقدم المساعدة إلى المنظمات الإرهابية وفق تعبيري.
أما صحيفة الرياضة السعودية فقد سلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف مقاتلي حزب الله على جميع الجبهات، حيث طالت الضربات مواقع تابعة لحزب الله في جنوب مدينة حمص السورية واستهداف قيادية من حزب الله ومرافقيه في منطقة أديماس. ومنذ اندلاع الصراع إسرائيل تواصل استهداف مقاتلي حزب الله على جميع الجبهات، حيث طالت ضربات مواقع تابعة لحزب الله في مدينة حمص السورية. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الضربات في سوريا، إلا أن وتيرة الضربات زادت منذ 7 أكتوبر الماضي. الآن ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي سلطت الضوء على الانتخابات الليبية. ففي سياق محادثات أممية غربية لإنهاء ما وصف بالجمود السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات المؤجلة، ناقش دبلوماسيون غربيون مع ستيفان خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا الخروج، ووصفت ذلك بالركود السياسي والعمل على تحقيق العمل السياسي وإجراء الانتخابات المؤجلة. وناقش دبلوماسيون غربيون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا سبل الدفع بالعمليات السياسية في ليبيا قدما، والعمل على تحقيق الاستقرار الدائم بتكاتف الجهود المحلية والدولية. وللتعليق على ملف اليوم معنا عبر سكايب من باريس السيد عبد الغني العيادي مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي. صباح الخير يا فندم. صباح النور أستاذي. كيف تقرأ ما سلطت الضوء عليه الصحف الأوروبية والصحف الأجنبية بشأن ما يحدث في غزة، خاصة أن هناك التعاطف بدأ واضحا الآن في مقالات الكتاب والنقاد الذين يتحدثون عن أن إسرائيل تمارس حربا ممنهجة على الشعب الفلسطيني؟ تحياتي سيدي، شكرا لكم على الاستضافة، تحياتي لمشاهديكم ومشاهداتكم. مراجعي أو مرجعيتي في التحليل ليست بالضرورة المقالات التي تفرضها الآنية، ولكن المراجع أو المرجعيات هي المواقف الثابتة للدول والتي تعبر عنها عبر الأجهزة الرسمية وعبر المؤسسات الرسمية. كذلك هناك مرجعية خاصة بالنسبة إلي هي المشاركة الفعلية في هذه العملية المؤسساتية منذ 1999. من خلال ملاحظتي ومن خلال هذه القراءات والمقاربات الرسمية والمؤسساتية، للأسف الشديد لا أرى جديدا يذكر في الموقف الأوروبي، كي لا أقول الغربي، لأن من يقول بالغربي يشرك الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أحق غير لا جديد يذكر برغم اعتراف 3 دول أوروبية، بل كانت هذا الاعتراف كان فوق الطاولة لمدة سنين، وكان ينتظر أن يكون موقف رسمي من الاتحاد الأوروبي. فقط الاتحاد الأوروبي كمؤسسة لم يكن مبنيا ومؤسسا سياسيا، أي لم يكن هناك وجود لاتحاد أوروبي سياسي، وهناك كان هناك اختلاف في طبيعة هذا الاتحاد منذ سنة 2019، خاصة بعد وصول جوزيف بوريل للمفوضية واعتماده كمسؤول عن الخارجية الأوروبية. هناك تحول داخلي في الاتحاد الأوروبي واشتغال داخلي مع القوى السياسية من أجل أن يكون هذا الاتحاد سياسيا وهذا الاتحاد عسكريا، وأن يتحرك ككيان جيوسياسي، وهذا هو الجديد. أما بخصوص العلاقة أو الموقف من القضية الفلسطينية، ولا أتحدث عن غزة فقط، فمن يحاول تجزيء القضية من الضفة وتجزيء فلسطين للضفة وللقطاع، هذا فيه نوع من المغالطة. الموقف الأوروبي موقف ثابت على قاعدة الحل السياسي وعلى قاعدة تشجيع فوضى
ومعاهدة أوسلو ومدريد شاهدة على ما أقول. والموقف الأوروبي الذي مثلا عبر عنه دومينيك ديفيلبا الرئيس الوزراء السابق تحت جاك شيراك لمعارضة الحرب ضد الحرب الثانية ضد العراق، الموقف موقف جاك شيراك الرئيس الفرنسي الراحل السابق في إسرائيل لما حاول بعض الجنود أن يثنونه على المصافحة وعلى الحديث للفلسطينيين، يعني وحتى على المستوى الشعبي فقط لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي ولم يكن هناك إعلام، ربما الذين يكتبون اليوم لم يكونوا في دهاليز الحكم، لم يكونوا يعرفون ماذا كان يحدث آنذاك، وأنا شاهد على هذه وأشخصن هذه اللحظة وأشخصن الحديث وأقول أنا شاهد على أن الموقف الشعبي كان موقفا مساندا مؤيدا للحقوق التاريخية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأذكر بأن لما كان ياسر عرفات محاصرا في المقاطعة كانت لدينا بعثات نسائية، بعثات سياسية من مستويات عالية جدا. صحيح. وكانت صحيح. ولكن حضرتك تحدثت أن لا جديد يحدث الآن، وهذا كان مطروحا في السابق، الاعتراف أو نية ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولكن ماذا عن رأيك فيما قالت الأوبزيرفر أن لا أحد فوق القانون؟ هل برأيك هذه المقولة ستنطبق على بنيامين نتنياهو؟ طبعا تنطبق على بنيامين نتنياهو كما انطبقت على القذافي، كما انطبقت على صدام، كما انطبقت على من سبقوهم. لكن هذه المقولة فيها نوع من التعميم ونوع من الشعبوية. لماذا؟ لأن الإشكال العميق الذي يجب أن يتم تحليله والصدق في تحليله هو من أين جاءت هذه الإشكالية، إشكالية القانون وعدم تطبيق القانون ومقولة أو شعار الكيل بمكيالين. من لم يتحدث في العمق عن إصلاح الميثاق المؤسس للأمم المتحدة الذي لا يعترف في أي بند من بنوده ولا فصل من فصوله بالمقاومة المسلحة كشكل من أشكال المقاومة، لا يمكن أن يكون هناك يعني موقف ثابت، ولا يمكن أن يجبر من يخرج عن هذا القانون الدولي وعن هذه الشرعية الدولية على احترامه. لأن الميثاق الدولي لما تم اعتماده كانت حقبة استعمارية، واستعملته فرنسا لدحض كل مثلا جهود جبهة التحرير الجزائرية وكل القوى التحررية آنذاك، لأن الأمم المتحدة لا تعترف بهذا. وكل الإشكال هنا، كل الإشكال على قاعدة الميثاق المؤسس للأمم المتحدة. صحيح. الذي يجب مراجعته وتحديد معطياته وتحيينه حسب ما وصل إليه أو وصلت إليه الحالة الجيوسياسية. حاولت ذلك أمريكا الجنوبية ولاهوت التحرير لجذب النقاش نحو الحق في التقرير المصير. القول بحق التقرير المصير هو حق، يعني قول عام تعميمي. اشتغلت كل قوى التحرر على الجانب السياسي وتشتغل أيضا على الجانب العسكري، وأوكرانيا في أرض أوروبا تعتمد العمل العسكري. وفي الميثاق الدولي ليس هناك ما يفرض أو يشرعن العمل العسكري. بالفعل سيد عبد الغني العيادي من باريس المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والمعلومات القيمة. نستكمل الجولة الصحفية وجولة مع ما قالته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سلطت الصحيفة الضوء على تكتيك جديد من القتال. فمع تحقيق القوات الروسية مكاسب هذا الشهر بالقرب من خاركييف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، نشرت روسيا أجهزة إلكترونية أقوى وأدوات أكثر تطورا لإدعاف خدمة ستارلينك. ويشكل التقدم هو ما نشرته أسلحة إلكترونية أقوى وأدوات أكثر تطورا لإضعاف خدمة ستارلينك، ويشكل التقدم تهديدا كبيرا لأوكرانيا التي تمكنت في كثير من الأحيان من التفوق على الجيش الروسي بمساعدة الاتصال على الخطوط الأمامية وغيرها
من التكنولوجيا. أما في صحيفة لوموند الفرنسية فنقرأ تحت عنوان انتخابات رئاسية في ليتوانيا تحت ضغط الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قالت الصحيفة أن الرئيس المنتهي ولاية جيانتس نوسيدا الذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2019 يحظى بتأييد واسع النطاق ضد رئيسة الوزراء المحافظة وهيمنة القضايا الأمنية إلى حد كبير على الحملة الانتخابية، بينما تسعى البلد العضو في حلف شمال الأطلنطي إلى تعزيز أمنها في مواجهة تهديد جارتها روسيا. الختام بصحيفة الأوبزيرفر البريطانية والتي تحدثت عن خطة رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك في إطار محاولته لإعادة إشعال حماس حملته الانتخابية بعد بداية مليئة بالأخطاء. قالت الصحيفة إنه في أحدث محاولات سوناك للحد من خسائر حزب المحافظين لكسب الناخبين المنجرفين إلى الإصلاح في المملكة المتحدة، قرر رئيس الوزراء البريطاني حاليا وضع خطط للشباب الذين يبلغون من العمر 18 عاما، إما بالانضمام إلى الجيش بدوام كامل أو التطوع في عطلة نهاية الأسبوع مرة كل شهر للقيام بأنشطة لخدمة المجتمع. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا مع أقوال الصحف. دمتم في أمان الله، شكرا لحضراتكم.